عرش بلقيس الذي يطلق عليه معبد بران يقع في مدينة مأرب على بعد حوالي 170 كيلو مترا من العاصمة اليمنية صنعاء، ويتكون من 6 أعمدة عظيمة، ويضم وحدات معمارية مختلفة والفناء الأمامي. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن عرش بلقيس بقي مجهولا حتى عام 1988 إلى أن كشفت عن تفاصيله المتونة تحت الرمال نتائج التنقيب الأثري، فوجد أن المعبد يتألف من وحدات معمارية مختلفة، أهمها قدس الأقداس والفناء الأمامي وملحقاتهما مثل السور الكبير المبني من الطوب والمنشآت التابعة. لقد تطورت العناصر المعمارية لمعبد بران في حقب زمنية مختلفة منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد، ويبدو أن المعبد مكون من وحدة معمارية متناسقة يتقابل فيها المدخل الرئيسي والساحة مع المدرج العالي بشكل يوحي بالروعة والجمال وعظمة المنجز. وهناك 12 درجة تؤدي إلى قدس الأقداس حيث الأعمدة الستة، ويوجد حاليا 5 أعمدة، أما السادس فمكسور وهي ذات تيجان مزخرفة بالمكعبات، ويزن العمود الواحد 17 طنا و350 كيلو جرام، ويبلغ طوله 12 مترا.